السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع عرض عناصر الأسئلة لفرض مادة الرياضيات لمستوى الخامس ابتدائي. سؤال الأول: املأ الفراغ بما يناسب. هنا عندنا عدد مكون من 6 أرقام، وهنا غادي نكتبوا الاسم ديالو للحروف 560,400. هنا عندنا بالحروف غادي نكتبوا بالأرقام 3,500,000,000 ولا 340,600. هنا كذلك عندنا بالحروف 300,766. السؤال الثاني: رتب الأعداد ترتيبا تزايديا. هنا الترتيب تزايدي لهذه الأعداد، يعني من الأصغر إلى الأكبر. هنا 10,500، هنا 880,620، 902,003، 800,960. مروا إلى العدد. السؤال الموالي: Je transforme à l'unité convenable. هنا نحول الوحدة اللي عندنا هنا 500 متر، نحولوها الكيلومتر. 45.3 ديسيمتر، نحولوها المليمتر. 30 ديكاغرام زائد 44.5 غرام، نحولوها الهكتوغرام. 3.20 قنطار زائد 4.5 طن، نحول كل شيء الكيلوغرام. السؤال الرابع: هنا ارسم زاوية 45. هنا بالمنقلة غادي نرسم زاوية القياس ديالها 45، ونكتب النوع ديالها، واش حادة واش مستقيمة واش قائمة. نرسم كذلك الزاوية 125 ديجري، ونكتب النوع ديالها. السؤال الرابع: اكتب كل من الأعداد التالية على صورة مجموع كما في المثال. هنا هذا المثال هو ما عطينا هنايا. عندنا 2,781,287. هنا كنكتبو 2,000,000، كنديرو الأصفار، زائد 700,000، زائد 80,000، زائد 1,000، زائد 2,000، زائد 200، زائد 80، زائد 7. العدد اللي مطلوب منا أن نكتبه على هذا الشكل هو 456,789، يعني نكتبه على هذا التفكيك على هذا الشكل. كذلك الرقم الموالي 456,678. هذا هو مجمل الفرق اللي كاين في مادة الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. هنا في هذا الفيديو غادي نطرحوا غير عناصر الاسئله، وغادي نتمنى من انكم تصيبوا، وفي فيديو لاحق ان شاء الله غادي نعطيو التصحيح ديال هذا الفرض. خليو التعليقات والاسئله باش ان شاء الله نغنيو الشرح في الحصه القادمه.